أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
صدق الله العلي.